سالي البنات، مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم راح نحكي لكم على تجربتي الشخصية مع الفون دو تان توب فيس اند ستايل اللي راهو داير ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي. كما راكم تشوفوا انا راني استعملته، عندي فايت مدة 4 شهور وانا نستعمل في هاد الفون دو تان. صراحة اعجبني هاد الفون دو تان تاع توب فيس باسكو اول حاجة يناسب جميع انواع البشرة، ثاني حاجة هو عبارة يتنتي لكم بصح التنتي تاعو تكون خفيفة برك، ماهيش قوية ياسر وثقيلة هذه كيما تاع العراس، ولا تما تقدروا ديروه وتروحوا تقراو ولا تخدموا به عادي. كاين حاجة ميزة اخرى مليحة انه يشد لكم مدة طويلة، ماشي لهليه ويتنحى لكم لابو تاعكم، يحكم لكم مدة طويلة ياسر في لابو تاعكم، ولازم انكم ديما كيوه باش يتنحى لكم، سينو قادر يحكم لكم اكثر من 24 ساعة. وكي تجربة شخصية مني كاينة صح يحكم لكم مدة طويلة، قلت لكم ماهوش ثقيل على البشرة تاعكم، خفيف وتقدروا تستعملوه تاني ولا تقدروا تطبليكوه على البشرة تاعكم بكل سهولة. تقدروا تستعملوه بالبيوتي بلندر ولا بالبانسو، هكا راح يدير لكم يكون خفيف اخلاه. يناسب جميع انواع البشره كما قلت لكم، ويرطب لكم البشره تاعكم، ولكن ترطيب خفيف اخلاه. فيه تاني اس بي اف راهو 20، ولكن ما تعولوش عليه 100%، من احسن انكم تديروا قبله تاني واقي الشمس. وش تاني قلت لكم، المهم والله غير مليح البنات، انا عجبني. العلبه تاعو تشد لكم المده طويله، انا عندي دوك بالك واحد 5 شهور وانا نستعمل به، وراهو ديجا لحق للنص ومازال النص كامل. البري تاعو انا شريته ب 180 ألف، وفيه لي نيميرو من ا حتى السيس نورمالمون الاخر، كل وحده تشوف على حسب لون البشره تاعها. اذا كنتي بيضه بزاف تشري بيان سور لو ان نيميرو ان، اذا كنتي سمراء بزاف راح تشري السيس والباقي اونتخ دو اي 5. قلت لكم تاني يشد لكم لمده طويله، خفيف على البشره تاعكم، تبانوا ناتورال، ما تبانوش هذوك اللي دايرين فوندوتا ثقيل هكا ومعمر ولدك يلمع من بعيد ويلصف، ولا لا لا حاجة مليحة بركة وتشد لكم وتبيض لكم، بصح ما يكوفري لكمش وما يخبي لكمش الحب. يعني هذه الحاجة اللي شوية ما عجبتنيش فيه، بس إذا كشغل عندك حب ما هوش راح يخبي لك هذاك الحب، ولا تما راح كشغل راح لازم تكثري منه، ويا ربي باه يخبي لك الحب، مي يخبي لك الهالات السوداء اللي عندها بنات عندها هالات سوداء. اذا عندك بقع بنيه ولا بقع داكنه في البشره تاعك راح يخبيهم لك. وكما قلت لكم خفيف وتقدروا تستعملوه كفندوتا، تروحوا تقراو به ولا تروحوا تخدموا به عادي. مليح وهايل، انا عجبني صراحه وما نستغناش عليه. والبري تاعو كما قلت لكم يدير بين 180 الف حتى 220 ألف على حساب الكوسميتي، ويناسب جميع انواع البشره. انصحكم انكم تجربوه هايل، ماكمش راح تندموا عليه. وهذه هي كانت تجربتي الشخصيه مع هذا لو فون دو تان تاع توب فيس. اذا اي بنت فيكم جربت هذا لو فون دو تان تحكينا على تجربتها الشخصيه معه، اسكو مليح عجبها ولا ما عجبهاش، اسكو فادها ولا ما فادهاش، هكا باش البنات يستفادوا اكثر واكثر.